الكل في بيت اتحاد الحراج كان يأمل تحقيق أول فوز للفريق هذا الموسم، خاصة بعد تأهيل الأسماء المستقدمة والحضور القوي كالعادة لأنصار الصفراء الذين كانوا الدعم والسند دائما. الضيف هو الآخر، اسمه ويدة تلمسان، قادم ملعب 1 نوفمبر بالمحمدية من أجل مواصلة المشوار والحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية، فكان له ذلك رغم البداية القوية للصفراء الحراشية ومنذ الوهلة الأولى. عواد حاول بالتسديد غير أن الحارس بركي خيري كان موفقا في إخراج الكرة. رأسية بعوش أيضا وجدت بركي مرة أخرى. خطأ من الحارس بلهاني في إبعاد الكرة، استغله جيدا بالحمري ليفتتح باب التسجيل لصالح الوداد. حدث ذلك في الدقيقة 3 من المباراة. هدف زاد من الضغط على زملاء بن عبد الرحمن، والرد كان بتسديدة الأمل التي جلبت القائم. المد والهجومي الأصفر تواصل، وبعد نسيج كروي راق بعوش يهدر فرصة تعديل النتيجة، الأولى بكرة خارج الإطار والثانية برأسية لم تثمر الجديد، حالها حال رأسية فقير. والمرحلة الأولى انتهت بتفوق الزوار. الشطر الثاني من المباراة لم يتغير فيه الحال، الضغط دائما حراشي لكن الفعالية غابت، فيما أشبال فؤاد بوعلي تمركزوا دفاعيا جيدا واعتمدوا على لعب المرتدات وانتظروا أخطاء دفاع أصحاب الأرض. بركي مرة أخرى يحرم البديل عياطي من إمضاء هدف التعديل. الاتحاد طلب بضربة جزاء بعد هذا الخطأ، إلا أن تقدير الحكم عاشوري بأن الخطأ حدث خارج المربع المحظور. التنفيذ كان من عواد وركورته مرت جانبية. لعب المرتدات من قبل الوداد أتى بثماره، وخطأ حراشي كلفه غاليا هدف ثاني أمضاه القائد التلمساني واللاعب السابق لاتحاد الحراش الحاج بوغاش، الذي أكد تفوق الوداد في هذه المواجهة وبالثنائية. Ce qui est important pour nous, c'est essayer aussi de profiter de nos qualités, mais aussi de la faiblesse des autres. Donc aujourd'hui, je pense que tactiquement, on était bon, mais pas trop bon sur le plan technique. Beaucoup de ratages, beaucoup de passes aussi à l'adversaire. Et Inch'Allah, donc il faut remédier à tout ça.